بزاف ان يكون واحد المنبر فين يتعرضوا مجموعه ديال الافلام ديال الناس اللي مهتمين بالسينما ومهتمين بالفن السابع. جات فرصه وكانت تحت لي انا نعرض جوج الافلام ديالي اللي كانوا في اليوم الثاني، وكان لي الشرف ان يكون في المنصه مع سي طريبا وسي محمد عبيد. الشركة السينمائية ديالي غيرتني بزاف في حياتي، بالعكس خلتني نشوف دايما كنشوف الصورة بواحد الطريقة واحدة أخرى، والحمد لله الأمور غادا مزيانة. نعم، من خلال البدايات الأولى يعني أهم الصعوبات اللي واجهتك يعني على مستوى الإنتاج، على مستوى تنفيذ المشاريع ديالك يعني، بغيت نقول حتى الوجوه السينمائية اللي اشتغلت معاك منذ فيلم يعني صرخة اللي كان يعني في البداية، ثم جذور، ثم يعني مجموعة ديال الإنتاجات، يمكن تكلمنا على هاد الصعوبات اللي واجهتك؟ كتبقى فلتات، أنا كنعتبر راسي تقني ماشي مخرج، بحكم اشتغلت مع مجموعة ديال أعمال سينمائية دولية ومغربية، ومجموعة ديال الإشهارات، يعني كنت كنخدم على أساس أني تقني كندير أسيستون كاميرا ولا أسيستون دو صون ولا كان أي حاجة عندها علاقة بالتقنية ديال السينما اشتغلت فيها. تراكمت عندي مجموعة ديال التجارب فيما كيكون شي وقت فراغ، وكيكون كتاح لي شي فرصة أني ندير شي عمل نشارك بها مع الأصدقاء ديالي، كنحاول نوظف هذيك التجربة وهذيك شوية الخبرة اللي احتكيت بها مع الناس، وكنحاول نطبقها، كنحس بواحد المتعة اللي كنديرها. هي في الغالب يعني كتكون المجهود ديالك ذاتي، يعني ما كتلقاش دعم من اي جهه يعني في الانتاج ديالك؟ الحمد لله انا كلشي كنديرو ذاتي ديالنا، ما هذا هو السينما الهوز، انا كلشي ذاتي، كلشي خصك تكون انت في كلشي، دير الصوت والصوره والاناره، ودير اداره الممثل والمونتاج، ودير المجموعه ديال العمل من ا حتى الزد. دابا شنو وقت بدات التجربه ديالك يعني في الانتاج السينمائي؟ شمن سنه تجربه؟ دابا تقريبا 12 سنه، 2006 2005 2006. نعم، واهم الانتاجات اللي نشتي عندي تقريبا 8 ديال الافلام القصيره، وكاين 3 ديال الوثائقيات اللي خدمناها مع الاذاعه الرابعه، وكاين واحد اللي خدمنا مع الاذاعه الرابعه، مجموعه ديال الاشهارات كنخدم فيهم كتقني، وروبورتاجات مع اذاعات اسبانيا، يعني واحد المجموعه ديال التراكمات اللي خديتها في 12 سنه. نعم، من خلال النقاش اللي دار حول الابداع السينمائي الفئه الشباب يعني، واهم الصعوبات اللي كيواجهها يعني، شنو يمكن في المستقبل باش يمكن تطور هذا الانتاج؟ شنو هي العوائق اللي كتواجهوا الافاق ديال المستقبل؟ العوائق اللي كاينه الحمد لله ما بقاتش مسائل تقنيه قد ما كانت بحال هذه، مثلا اي واحد ممكن يصور التليفون ديالو، يصور لي سمارت فون لابارات موجودين، كيبقى لو كونتوني ديال المحتوى ما كيرقاش حيتاش ما بقاش يدير اللي كيقرا بزاف، ما بقاش القرايه بزاف، ما كيقلبوش على العمق ديال الفكره، يعني اي حاجه ممكن يلقاها موجوده الا الفكره كتبقى ضايعه، وما ضيعاش من الفراغ، حيتاش الصور النمطيه اللي كنشوفوها يوميا وداك الشيء الانبهار، كان الانسان كينبهر بالصوره بواحد الطريقه غريبه، وكينسى المحتوى وكينسى الفكره اللي هي خصو يخدم عليها، هي الاساس ديال النجاح ديال اي عمل.